بسم الله، مرحب بكم أعزائي المشاهدين في عام جديد، عام 2020. ودعنا معاكم 2019 وبيكم بنستقبل 2020، رقم مميز جدا. إن شاء الله يكون في أحداث مميزة لكل شخص فيكم وكل اللي بتتمنوه تحققوه في 2020. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن القوات الخاصة أو القوى الخارقة بغض النظر عن المسميات. استقبلنا ضيف كان اسمه أحمد هوجن، وكان بيستعرض قوات خارقة أو قوات خاصة إحنا غير مألوفة لينا أو إحنا بنستغربها. في الحقيقة كنا مهتمين جدا نعرف رأيكم في القوة دي، أو أنتوا بتصنفوها فعلا قوة خارقة ولا بتشوفوها مجرد شو. ولكن وقت الحلقة ما أسعفناش إن إحنا نستقبل اتصالاتكم رغم كان في ضغط كبير من التليفونات. النهاردة أو حلقة اليوم هنستقبل كل المقترحات وكل المشاركات. اللي حابب يقترح موضوع، اللي حابب يشارك معانا بوجهة نظر أو رأي معين في كل الفقرات اللي قدمناها مسبقا في 2019، اللي حابب يقترح موضوع جديد نتكلم فيه، هنهتم بكل آرائكم ومقترحاتكم من خلال التليفونات اللي هتظهر قدامكم على الشاشة. هنتكلم عن حملة خيرك، مبادرة خيرك وحملة فرحني، وهنقول لكم الناس اللي شاركتنا أو انضمت لينا كفريق. برحب طبعا بزمايلي في الاستوديو كريم المصري وميرنا مصري، أهلا بيكم. أهلا بك يا أسماء، أهلا بيكم مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان، ولقاء جدد من برنامج القناع. هنكون معاكم ولمده ساعه من دلوقتي، انا ميرنا المصري وزميلي كريم وزميلتي اسماء. ازيك يا كريم؟ ازيكم واهلا بيكم كلكم في سنه جديده، سنه سعيده باذن الله عليكم. طبعا زي ما قالت اسماء وزي ما قالت ميرنا، بنبدا معاكم عام جديد، عايزين نتكلم فيه في مواضيع كتيره جدا، عايزين نقفل كل القديم، عايزين نبدا حياه جديده كويسه، عايزين نحقق فيها حاجه مبهرة عن أي وقت فات، صح ولا إيه؟ بالضبط. أنا كمان عايزة أقول لأهلي، لوالدي ووالدتي وإخواتي وصحابي معارفي، كل سنة وأنتم طيبين، سنة جديدة عليكم مليانة خير يا رب، وإن شاء الله يعني نكون ودعنا 2019 وداخلين على خير. أتمنى أن كل الناس تقبل معايدتي، وطبعا اهم حاجه زمايلي في الاستوديو كل سنه طيبين وكل الناس كلها بخير يا رب وسعاده. ان شاء الله سنه سعيده علينا جميعا يا رب. هنستقبل كل اتصالاتكم والمقترحات بتاعتكم زي ما قلت مسبقا، وان شاء الله في فقرات جايه كتير وفي ناس حابه تشارك. طبعا احنا برنامج القناع، احنا بنقول القناع في اقنعه، صحيح في اقنعه سلبيه لكن ده ما يمنعش ان في اقنعه ايجابيه. مش كل حد بيلبس قناع هو متصنع او منافق، لا، انت مطلوب منك ان انت تتصنع في بعض الاوقات. هتقولوا لي ازاي؟ يعني لما تكون رايح شغلك والدنيا كلها مش لطيفه حواليك وعندك مشكلات كبيره وهموم كتير، انت مش مطلوب منك انك تكون مكشر طول الوقت. عادي لما تلبس قناع الحب، قناع الابتسامة، حتى لو جواك مش فرحان، لأن اللي قدامك ما ذنبوش حاجة إنه يشوفك مكشر أو تديله طاقة سلبية. طيب إحنا قبل ما نخش في الموضوع اللي في الحلقة اللي إحنا عايزين نتكلم فيه، إحنا هنروح لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل مكالماتكم، ولو عايزين يعني تقترحوا موضوع زي الحلقة اللي قبل كده إحنا مستنيين تليفوناتكم. هنروح لفاصل ونرجع تاني. رجعنا لكم تاني، وعايزين نعرفكم النهاردة بسؤال حلقتنا تتواصلوا بيه من خلال أرقام تليفوناتنا على الشاشة أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك برنامج القناع.
سؤال النهارده بيقول ندمان على ايه خلال العام الماضي ونفسك تحقق ايه في السنه الجديده؟ طيب نفسك تحقق ايه؟ نفسي احقق حاجات كتير بصراحه، يعني في ناس بتتمنى لنفسها بس، وفي ناس بتتمنى لنفسها ولغيرها ولحبايبها كلها، صح ولا ايمان؟ والله منى كمان كانت بتقول انا نفسي اتمنى ان ربنا يخلي لي والدي ووالدتي واخواتي، بالظبط لان كده. هم دول ثروتي في الدنيا، وربنا يخلي طبعا صحابي ومعارفي. انت في السنه القديمه بتخسر ناس، بتعرف على ناس جديده. ندمان على ايه؟ انا اه ما عملتش حاجه اندم عليها. ثقه، طب ما وانت عملتش حاجه ندمان اندم على عليها. ايه؟ طب وانت يا كريم؟ يعني بصي، ده مش سؤال فاكر مهم. بصراحه ايه ولا ايه، يعني ما حاجات ندمان كتيره على يعني حاجات كتير اندم على شكلي. ايه ولا ايه طيب بالظبط؟ انا عايزه اتكلم في موضوع مهم جدا، يعني اه بما اننا داخلين على سنه جديده، في سؤال دايما متكرر في البيج بتاعتنا، هل الحما عمى؟ الحما اللي هي بتبقى في البيت عمى، يعني هي بتكون هي سبب المشاكل. يعني ايه الحمامة برضو اكتر وضحي. اوضح لك، بتبقى دايما الناس اللي بتبقى في بيت عيله او تبقى موجوده، بتبقى والده الزوج بتبقى مثلا عايشه معاها، تكون هي سبب اكبر المشاكل ب 70% في البيت هي والطلاق. ميرنا بتقول الكلام ده ليه؟ بتقوله علشان خاطر احنا بيوصل لنا مشاكل عن طريق صفحة البرنامج، في ناس كتير قوي بتعرض مشاكلها، والمشاكل بتكون طلاق، مشكلات زوجية، حب الام للابن بشكل كبير. هي ف بتعملها اصلا على اساس انها زوجة تانية ويبقى في دايما بالظبط مشاكل بالظبط. بينهم. وعلى فكرة مش بس، على فكرة مش دايما الحما بس، ممكن يكون اشخاص تانيين من اهل الزوج بيكون عليهم عامل كبير في انهم بيختلقوا المشكلات، فاهماني؟ بيخترقوا المشكلات، بس احنا بس الحما عايزين نقول ايه يعني الدور المفروض الزوجة تعمله او تقوم بيه علشان تتجنب المشكلات دي. يعني المفروض تعمل ايه؟ المفروض تعامل حماتها ازاي؟ يعني لو هي خدتها مثلا ان هي والدتها، ان هي امها التانية، ان هي تعاملها تتغاضى عن بعض الامور اللي بس في بتحصل او بنات ما السلوكيات اللي بترضاش تقول بتحصل لها حتى منها. يا ماما. ما دي مشكلة، ان هي بتبقى عاملة حاجز بينها وبين حماتها، ان هي مش امها، في حاجز نفسي. ممكن على فكرة يكون معاها عذرها بس ان هي الام اللي دي اللي عاملة بتكون الموضوع فاكره ده. ان هي اللي خدت ابنها منها. ما هو هي ممكن تكون، هي ممكن تكون الام هي اللي عاملة الحاجز ده. ليه؟ لان هي يعني حاسة ان خدت ابني، مش عارف ايه، ما بتحبنيش. هي البنت شايفة ان ام زوجها مش بتحبها، فبالتالي بتبتدي يبقى في حاجز بينهم. ولكن لو هي تغاضت، عدت بعض السلوكيات، مش مهم اطنش اجي على طب نفسي انت شويه. يا كريم ثواني يعني يا جماعه، ليه ما اتفضل. نقلبش الآية؟ بمعنى بمعنى ايه؟ بمعنى انه احيانا بتبقى ام البنت شايفة ان هو خد بنتي مني. ما هي دي، ما هو ماشي، الفكره. مفيش مشكلة عادي، بس يعني مش احنا كون ان بنتكلم على انتوا الحما ستات عامة، احنا بنتكلم على هتاخدوا الحما الحما. عامة. اه يعني لا، طب ما اه الزوج ساعات بيشتكي من والدة مراته عادي، يعني عارفه الزوج هتلاقي بالظبط معظم انها الازواج بتتدخل في بيشتكي منها معظم اكتر الامور. قبل ما هو يتجوزها حتى. معظم الازواج اللي هو هو عايز، يعني هو عايز يريح دماغه، يعني فاهمه؟ اللي هو انا هفضل طول الوقت في مشكلات، طول الوقت بحل. لا يا عم خلاص بالظبط، بقى. انت ايه مسكتي نقطه مهمه جدا. معنى كده ان بيت العيله، انا يعني في الصعيد بيبقى في عائلات عايشين مع بعض. يا جماعه انا مش قصدي ذم خالص، لا، في بيوت حلوه وفي بيوت عايشه، بس ده برضو بيخلق مشكله. يعني الحما بتكون عايشه تقصدي ان الاستقرار والخصوصية بالظبط بتكون مهمه جدا. بتحد من المشاكل دي. بالظبط كده، يعني مهم جدا. انت واحد اتجوزت، انت ومراتك تعيشوا في مكان مختصر لوحدكم، لان بيت العيله ده كريم الاستقلال يعني بره يعني. بالظبط، لان ده في اغلب الاحيان بيعمل مشكله. ولا انت مش معايا، ولا انت ايه لا رايك؟ هو طبعا ده بيعمل مشكله كبيره جدا. بصي خلي بالك، اي اتنين تالتهم الشيطان حتى لو كانت امها، شيء معروف جدا. ويعني اغلب هو قصده ما المشاكل حدش يتدخل ما بين محدش اتنين. يتدخل. ايوه اه بالظبط. الا في حاله بقى ان الموضوع تعدى الطبيعي، بمعنى تعدى المتعارف عليه، يعني تعدى الاخلاقيات، وصل لضرب، وصل لاهانه، احنا وصل لحاجات طيب مش احنا كويسه. احنا انا اسفه اللي بقطعك، احنا معانا احمد من المنيا هيجاوبنا على الاسئله دي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا احمد؟ الحمد لله. اتفضل. انا بصراحه عم اتصل عشان احكي في دقيقه واحده مشكله انا حليتها، عايز اشوف حليتها صح ولا غلط. طب اتفضل. اتفضل. انا ليا زوجتي ليها اخوات بنات، اخواتها دول تزوج، تمام.
اخوها بقى اللي هو الراجل فرحه النهارده، يعني فرحه النهارده ازاي تحديدا يعني. فهم راحوا البيوت اللي هم اللي عدايل يعني دعوهم على الفرح الا انا. فانا ليه؟ كثير من اصحابي قابلني قال لي ما رحتش ليه؟ قلت له والله انا ما حدش دعاني. فيعني عم بقول انت مش محتاج دعوه وكده، هل انا لما ما رحت الصح ولا غلط؟ لا تروح له طبعا، ايه الغلط في كده؟ انا من وجهة نظري ان دول اهلك، وان انت بص احنا يعني مع احترامي للناس ومع احترامي للعادات والتقاليد والتفكير، ان احنا بندقق في بعض التفاصيل والامور دي، لو عديناها الدنيا تبقى احلى. يعني عادي لما ما يعزمنيش انا اروح، انا اروح واعمل واجبي تجاهه لان هو شخص من اهلي، فاهم قصدي؟ ما فيهاش حاجة لو كنت رحت، انا ده رأيي. هو تعقيبا على كلامها بمعنى اصح، روح واعمل الواجب وبعد بالظبط كده عاتب بالظبط الشخص ده عشان ما حدش يغلطك، عشان ما حدش يمسك عليك غلطة بشكل عام يعني. طيب احنا معانا اتصال تاني، مريم من المنوفية. مريم الو. طيب لحد ما تيجي مريم. ماشي اوكي. الاتصال اتقطع في طيب. ضغط. طيب دلوقتي انا عايزه اعرض مشكله وردت برضو على القناه، على صفحه القناه. تخيلوا ان المشكلات بلغت انه يحصل ضرب، يعني مش اهانه لفظيه، ضرب كمان. يعني الحما يعني الحما بتضرب مرات ابنها، يعني برضو ده شيء غريب في العصر اللي احنا فيه، ده شيء غريب جدا. طيب احنا قبل ما تكمل المشكله احنا عايزين برضو نتكلم، نقول يا جماعه الناس اللي عايزه تتصل بينا ارقامنا موجوده على الشاشه، والبيج بتاعتنا على الفيسبوك برنامج القناع. والناس اللي كلمتنا قبل كده وعرضت مشكلات قانونيه احنا قلنا لهم ان هم يتواصلوا معنا تاني، علشان في مستشار قانوني تبع برنامج القناع بيحل كل القضايا دي والمشكلات دي. فاللي عنده مشكله قانونيه يقدر يتواصل معنا، واحنا ان شاء الله هنساعده في حلها. طيب معانا منار. منار منين؟ ايوه انا من المجتمع تبع المنصوره. من المنصوره؟ ايوه. ازيك يا منار عامله ايه؟ ازيك يا منار، زعلانة ليه يا منار؟ مفيش والله، بس ده حماية عامل مشاكل على طول كده معايا. حماكي؟ ايوه. جديدة دي. لا ده احنا بنتكلم على الحما كمان. طيب احكي لنا كده ايه المشكلة؟ يعني حماية هنا عندي ليا سلفة وسلفة في البيت. مفيش مشاكل معاهم، حتى لما أكون سلفة عليه ليه حماية فلوس بتلاقيه يبعت له ويطلبها منه، لكن لو جوزي عليه ليه فلوس تلاقيه يجي وبدها ليا انا ويلم من شدة زهقه وبلم عليا الدراع. واجي اكلمه عايز يطلعني من البيت انا وجوزي، مش عارفه اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. يعني انت يعني هي بتطلب منه فلوس مش بيرضى يديها؟ فاهمك. هو دلوقتي لا، هو اما اكون سلفته وسلف واخدين فلوس بتاعت لهم يكلمهم بالراحه. لكن احنا مثلا انا بنتي كانت تعبانه من فتره، فكنا سالفين منه 400 جنيه. لقيته جايب الشكل معايا عليهم وكده، فما ما طلبهمش من جوزي زي ما بيطلبهم من ابنه الثاني. قصدك ان هو بيميز بين ولاده؟ ايوه. يعني بيعامل جوزك بطريقه مختلفه عن اخوه، بطريقه أيوه. اقل. انتوا طبعا عايشين في البيت كلكم صح؟ عايشين في بيت واحد. طيب ليه ما تتكلميش معاه؟ ليه ما تكلمتيش معاه او خليتي او قعدتي انت وجوزك كده واتكلمتوا معاه بالراحه؟ اللي ممكن يكون عنده اسباب متضايق منكم في حاجه. تيجي تتكلم، تيجي نتكلم معاه ما تاخديش منه رد، بتلاقيه يزيد في الشتيمه ويزيد في التعليم. هو عايزكم تمشوا من البيت مثلا؟ طيب ايه؟ عايزكم تمشوا من البيت؟ هو عايز يطلعنا من البيت. يبقى هو ده السبب. هو ده السبب ان هو بيطفشكم يعني. طب وانتوا ليه ما ليه ما فكرتيش تستقلي في بيت تاني غير بيت العيله؟ يعني انا جوزي ظروفه على قد، يعني هو مبيع وقاعد من الشغل بيصرف في لما بين في الغد بالاجره بتاعت 50 جنيه في اليوم، ومعايا بنتي لسه برضه بقالي داخله على 6 شهور، الامكانيات مش سامحه. يعني ما فيش يعني سيوله ماديه تقدروا تاخدوا شقه ايجار اصلا ولا ايجار ولا نقدر نطلع اصلا من البيت، وده عامل مشكله احنا عايز يطلعنا باي طريقه. طيب بصي يا منار، احنا هنقول لك برضو رأينا وانتي الموضوع يرجع لك في النهاية.
لغة الحوار يا جماعة مهمة جدا. انت المفروض تقعدي انت وزوجك وحماكي وتتكلموا بالراحة. لو ما نجحتش اول مرة بالتأكيد تاني مرة. هو لما يعرف في النهاية ده ابنه، لما يعرف ان هو غير مقتدر ماديا ان هو يسيب بيته ويمشي، اكيد هيبقى قلبه هيحن مثلا. بس في ناس يا أسماء ما تنفعش مع لغة الحوار، لأن برضو المشكلة الأساسية في بيت العيلة اللي بيقعدوا فيه كلهم. بالظبط، ما عشان كده شاورتلك قلتلك زي الموضوع اللي انت اتكلمتي فيه، موضوع بيت العيلة والاستقرار. ولكن هم دلوقتي مضطرين ومفيش في ايديهم حاجة تانية ولا حل تاني ان هم يستقلوا بعيد عن المفروض بيت يعني العيلة، يتعايشوا مع الوضع. يتعايشوا. برافو عليكي. فهو المفروض يقعدوا يخلقوا لغة حوار يتكلم معاه. اكيد ممكن يكون انت في مشاكل بينك وبين احد اعضاء العيلة، تمام؟ أحد أعضاء الأسرة. كريم، يعني ممكن أنت تكوني راجل بقى معانا صبحي من المنيا. ردي يا كريم. ألو، صبحي. السلام عليكم. ازيك يا صبحي؟ ازيك يا صاحبي، ازيك؟ منين؟ أنا طيب. وحضرتك طيب؟ حضرتك منين؟ كبير إسماعيلية. أجدع ناس. الله يخليك، اتفضل. ربنا يخلي حضرتك. في مشكلة أو حاجة حابب تحكيها لنا؟ لا والله، أنا معجب بالبرنامج بصراحة، بس أنا عايز أقول المفروض لحضرتك، لأن أنا أولادي، أنا متجوز 3 أولاد. علي صوتك يا صبحي معلش شوية، ووطي التلفزيون. ماشي، متجوز 3 أولاد. سامعني كده؟ أنا يعني حماتي من الإمارات، يعني طبعاً ما خدتش أي حاجة، فاهم الأمر بتقول بتيجي البيت منهم، يعني انتم كويسين مع بعض، بتطبخ بتاكل في البيت، خلاص بتحميها وتقضي عليها برضه موجوده. انا معاهم يعني مش عندي مشاكل، ما كبرتش مشاكل. هو انا يعني احنا مش قادرين نجمع كلامك لان الصوت بيقطع ومش واضح. طب ممكن تتصل بينا تاني معلش عشان صوتك مش واضح خالص، او حاول تقف في مكان. معانا زينب. زينب، يا زينب. الو زينة. زينة زينة زينة. قلت لها أسماء مشكلة؟ إيه؟ قلت لها أسماء مشكلة؟ أيوة أنا أسماء. أنا كلمتك قبل كده لو تفتكري، صح؟ زينة اللي كلمتنا قبل كده في المشكلة بتاعت زواج القاصرات والحلقة اللي قبلها برضو. إزيك يا زينة؟ تمام، كويس الحمد لله. أنت ما رديتيش عليا، بس مش عارفة ليه. احنا فريق الاعداد حاول يكلمك ولكن انت ما رديتيش عليه في الرقم اللي انت كلمتيني منه. فريق الاعداد انا كلمته كذا مره، قلت لهم تابعتوا مشكلتها، قالوا ان انت ما رديتيش. ليه ما بترديش على الرقم؟ انت ممكن تسيبي لنا رقمك الخاص، ما فيش مشكله يعني. طب اوكي، بس انا ممكن تردي عليا، بس انا كنت. طيب انا هقول لك على حاجه يا زينه. انت دلوقتي بتساليني في موضوع حلال وحرام، وانا مش اهل اني اجاوب عليه، حتى لو انا عارفه حكم الشرعي فيه، انا مش اهل لده، لان دي مسؤوليه كبيره جدا وليها مختصين. فانت هتعملي حاجه صغيره جدا، هتتصلي بدار الافتاء وهتسيبي سؤالك وهتلاقي اللي يجاوبك عليه. ده فيما يخص الموضوع اللي انت خدتي رايي فيه. انت دلوقتي اللي انا حسيته ان ضميرك بيأنبك في بعدك عن اهلك، رغم ان هم مخطئين في حقك. لا، انا مش بيأنبني عن اهلي جميعا، لا انا بيأنب امي بس. على فكره انا مش فاكره اي حد من العيله غير امي بس. طيب انا خالتي شفت منهم اذى محدش شافه في الدنيا خالص. انا بشكرك طبعا على ثقتك وانك عايزه رايي، وانا بقول لك رايي ان انت لو عايزه تتواصلي مع مامتك وكده تواصلي معاها، في النهايه دي امك وعمرها انت ما هتخوني عليها. فانت اتواصلي مع والدتك بشكل، لو انت خايفه او كده ممكن تتواصلي معاها من رقم تاني وتشوفي رد فعلها ايه. على الاقل اسمعي صوتها، اتكلمي معاها، طمنيها عليكي، اكيد هي قلقانه عليكي جدا ومش عارفه انت فين. بصي، عايزه اقول لك على حاجه. الام ام مهما كان ومهما عملتي، اتصلتي بيها مره، اتصلتي بيها الثانيه، قفلت في وشك، ما رضتش تكلمك، خليكي وراها، خليكي وراها، خليكي وراها. اكيد قلبها اكيد مشغول. مستحيل الام يعني حاجه ما فيش فيها نقاش وفيش فيها كلام، لان برضو قلبها على بنتها مهما كان. كمان احنا في بدايه سنه جديده، ابداي معاها صفحه جديده يعني. بالظبط. هي اهلها كانوا بيحبسوها لان هي رفضت ان هي تكمل مع الراجل اللي هو اكبر منها. كان راجل اكبر منها يعني عنده 80 سنه وهي 22، فحاجه صعبه جدا. خدوا ابنها ودوه لابوه التاني. وعلى فكره يا زينه، رضا الام ده اهم صعبة واغلى حاجه في الدنيا، اوعي تخسريه لانك هتخسري نفسك. بالظبط.
خدي ومعنى بالك. ان انت بتفكري كده انت جواكي حلو جدا، انت جواكي نظيف جدا، ان انت عندك انتماء لعيلتك ولاهلك، ومامتك مش هين عليك ان انت تزعليها منك، فده في حد ذاته شيء يحسب لك يعني. وبعدين هيحصل فانت ايه يعني؟ روحي عندها هتعمل لك ايه؟ هتقول لك اطلعي بره؟ اطلعي، خليكي قاعده على الباب، اي اعملي اي حاجه، ما تسيبيهاش. حياتك صدقيني حياتك هتبقى وحشه جدا الا ام. هي خايفه ان هم يرجعوا يحبسوها تاني. اتحبس مع امي؟ انا اللي بقول لك كده، لو هتحبس مش هعمل اي حاجه في الدنيا، بس مع امي، ضمن ربنا وضمن رضاها، مش هقول لك اكتر من كده. طيب بنشكر زينه طبعا برضه. اتأثرت انتي اتأثرت بالقصة. جدا. معانا هنا من الشرقية. علي من الشرقية، أسفة. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا علي؟ ازيك عامل ايه؟ اتفضل. هو في مشكلة عندي أنا، مثلا إيه خاطب بقالي 3 سنين وكده، خطوبة طبعا. علي صوتك شوية، معلش حاول توضح صوتك. على طول مشاكل مع خطيبته وكده. تمام، في مشاكل كتير قوي معاه. بسبب ايه يا علي؟ والله يعني حوارات مثلا عايزه بتاع، بس انا والله يعني يعني بحاول يعني اجي على نفسي كتير عشان برضه ايه اعمل المشاكل وكده، وهي برضه مفيش. انا مش عارف اعمل ايه يعني. يعني انت تنازلت عن حاجات كتير عشان ترضيها وهي برضه مفيش فايده. كتير والله. طيب انا عايزه اقول لك على حاجه. انا كشخصيا يعني واجهت مشاكل من المشاكل دي كتير. ناس من زمايلي واصحابي قعدوا يحكوا لي عن حاجه زي كده مع الولاد ومع البنات. تمام، هرجع تاني واقول لك كرامتك مهمه. انا مش اقصد ان انت نزلت من كرامتك، بس ان انت بتتنازل في كذا حاجه عشان ترضيها وهي مش مقدراك، فلا انت هنا هتعمل ستوب. او برضو ممكن يحاول يفهم مشكلتها ايه، ممكن يكون هي عندها مشكله مش قادره توصل لك. يعني اتكلم معايا بالراحه، انت زعلانه من ايه؟ ايه والله مشكلتك؟ بتكلم معايا وبقنعها. انت مش مبسوط، انت مش مبسوط معاها، مش مبسوط طب معاها يا اسمع علي. راي الراجل اللي زيك بقى. ايوه لا والله العظيم اقسم بالله، لا بص، هي بتحبني. النوعيه دي بالذات، النوعيه دي بالذات ما تكلمهاش تاني. هو انت عارف ليه؟ هي النوعيه دي بتحب كده اللي يفضل يطبطب ويجري وراها. عارف اول ما تختفي بس يومين اتنين هي مش هتكلمك على فكره، بس هتبدا تبص انت بتعمل ايه. انا بقالي بالظبط يومين اللي بكلمها وكده. والله ما صدق يعني ليه، تمام، جاب لها هديه وراح لها وبتاع، بس برضه مشاكل. بس على فكرة كريم اتكلم في نقطة مهمة جدا فعلا. أي حاجة، أي حد سواء ولد أو بنت اللي يضايقه أو يضايقها، التجاهل. شايف كده؟ ابعد كده، شوف أنت مهم عنده ولا لأ. بالظبط، حس كده هل هو حاسس حتى لو حتى لو لو مش لأ. هتكلمه، حتى لو مش هتكلمك، بس جواها يعني هتبقى عايزة تعرف أنت بتعمل إيه أو رايح فين أو جاي منين. بص يا علي، هو لازم يكون في توازن في العلاقة، يعني زي ما أنت بتدي لازم تاخد. لو فضلت تدي طول الوقت هتحس ان حبك قل ونقص، مبقاش زي الاول، هتحس ان هيحس انت ان حبه برد كمان. فانت المفروض مش مبسوط في العلاقه انهيها. بالظبط، كمان من انواع التوازن ان انا ولا شد ولا ارخي، خلي الحبل في النص، لان انت لو شديت قوي هتزهقوا من بعض. لا، وعشان ما يجيلكش كمان زهد من العلاقه وزهد اصلا من الارتباط. بالظبط، فانت ما تحاولش تيجي على نفسك في علاقه انت مش حاببها او حسيت ان انت بتدي فيها اكتر ما بتاخد. المفروض ان انت مش حاسس بتوازن في العلاقه، ابعد وانهي الموضوع. القرار صعب في البدايه، ولكن في النهايه انت هتاخد القرار، وبعد كده هتتخطى المرحله وتتخطى الحاجه. معلش انا هقاطعك، هو ولا صعب ولا اي حاجه، صدقني انت اول ما انت تلاقي حد تاني مثلا وتحبه هتلاقي الموضوع بقى بسيط جدا، ومش هتفتكرها، او غير حتى غير مش بقى في المعامله بقى يا علي، مش هتفكر يعني تسال عنها في طبق اليوم حتى. لو بتهتم زياده بطل اهتمام شويه، لو بتتكلم بتتصل كتير بطل، يعني قلل من كل حاجه او غير او فكر بره الصندوق. بلاش كل حاجه انت بتسال بتتصل بتعمل كل الواجبات اللي عليك، بتشتري هدايا، الكلام ده كله لو انت بتعمله وشايف واجبك على اكمل وجه، حاول تقلل، حاول تتجاهل، حاول اكيد هتحس باختلاف هي، اكيد باختلاف بين علشان المعاملة. هي تحس اصل بص، في نوعيه من الناس
ما بتحسش بقيمه الحاجه غير لما تبتدي ان هي تخسرها. بالظبط. فانت حسسها ان هي بدات تخسرك علشان تبتدي تدور عليك. فاهمني؟ صحيح. طيب معانا مروه الشرقيه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا مروه؟ الحمد لله. كل سنه طيبه. وحضرتك طيبه، ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي، عندك مشكله؟ دلوقتي انا سايبه البيت بقالي 6 شهور بتاع والدتي. طبعا انا ست منفصله وابو بنتي توفى. الله يرحمه. ماشي يا رب. فدلوقتي طبعا والدتي كانت بتعامل اخواتي غيري خالص. غيرك بمعنى ان بتعملهم احسن منك؟ معايا مروة؟ معلش عيدي كلامك تاني. انا فاهمة حضرتك، بتعاملهم احسن مني بكتير. تمام. وايه السبب من وجهة نظرك؟ لقيت المعاملة بتاعت ولاد اخواتي احسن بنتي طبعا. وطبعا في بعضهم حصل مشكلة البيت ومشيت. انا ساكنة بره بقالي 6 شهور. يعني والدة حضرتك بتعامل اخواتك واولاد اخواتك احسن ما بتعاملك وبتعامل بنتك اللي هي اصلا محتاجة الحنان. الله ينور عليكي. ايوه. فده وفي متنازلة عن حقي في البيت. يعني انا ضايعة لها نصيبي في البيت، ماليش حاجة خالص. دلوقتي اخواتي لهم حقوقهم وانا ماليش حق. هل ده يحكم عليا؟ ودخلت لها تاني يوم العيد تحت الاضحى. ماشي؟ دخلت لها تاني يوم عيد الاضحى كتير وقفلت السكة في وشنا. في وشنا. هل حرام عليا ان ما بسألش عليها؟ بصي هقول لك حاجة. هي غلط، والدتك غلطت في حقك، وانا مش معاها في بالمعامله المختلفه اللي بتعملها ليكي وما بتعمل اخواتك بيها. بس انت اللي انت بتعمليه صح، وانت بتسالي عليها صح عشان دي امك. اسال عليها؟ اسالي عليها. فيها ثاني يوم العيد وهي قفلت الباب في وشنا. تقفل الباب في وشك، تقفل السكه في وشك. امك كان اول مره يعرف ان بره. انا ساكنه بقى شهر ونص. ماشي؟ يعني ينفع اسال عليها تاني بعد اللي عملته؟ اسالي. ينفع طبعا. مش طبعا. مامتك اللي ملوش خير في والدته، ملوش خير في حد. وده بصي اقول لك ده ربنا قايل، يعني دي امك دي يعني ماشي عاملي فيها ربنا. يا مروه عاملي فيها ربنا، بمعنى ان انت يعني هتعامليها كويس عشان خاطر ربنا يرضى عليكي. فاهمة قصدي؟ وحاولي تكلميها. أيوة. مفيش مشكلة، حاولي تكلميها مرة واثنين وثلاثة. حتى خالات اخواتي ما بيكلمونيش. طيب بصي احنا برضو ما وصلناش للسبب. ايه السبب اللي خلى الخلاف يوصل بينكم للدرجة دي؟ من وجهة نظرك حتى. طب انت مش حاسة بحاجة يعني جواكي خلتها هي تتعامل معاكي بالطريقة دي؟ هي كده على طول من هي ومن سنة صغيرة. هي كده من زمان، من وانا صغيرة بتعامل اخوكي احسن مني. ايه ده ثانية واحدة، انت اخواتك ولاد ولا انت ايه بالظبط؟ لا، ولد واحد وبنت واحدة. يعني انتوا اتنين؟ بنتين وولد. بنتين وولد. اه. انت اكبرهم؟ انا الوسطانية. لو انت حابة برنامج القناع يتدخل في الصلح بينكم، احنا ما عندناش مانع. تسيبي رقمك واحنا نتدخل في الصلح بينكم، واكيد دي امك، واكيد ان هي في قلبها ناحيتك محبه وحنان وكل الامور الطيبه. ولكن في هي اكيد عندها وجهه نظر، اكيد زعلانه من حاجه، حاجات بسيطه كده ممكن تتحل بابسط الحاجات. الخط قطع. الخط قطع. تمام. انا من رايي ان احنا نجيبهم لصالحهم. في ناس على فكره يعني زينه وناس تانيه كتير كانوا عايزين يوسطوا برنامج القناع للصلح. يا جماعه احنا برنامج القناع هنا بنقول لكم احنا مستعدين ان احنا نروح اي مكان نحل اي مشكله من النوعيات دي بنفسنا، من غير اعداد، من غير اي حاجه. احنا اللي هنيجي ونحل المشكله دي. اي حد عايز نحل له مشكله ونتدخل احنا فيها، احنا مستعدين لحل اي مشكله. والمشاكل القانونيه برضو احنا معانا المستشار القانوني بتاعنا. يعني اللي هو نقدر ان احنا نوفر لكم بالظبط حلول لكل المشكلات، سواء بقى المشاكل الزوجيه، المشاكل الناس اللي عليها قواضي، الناس اللي عليها مشكلات، كل المشاكل اللي انت من وجهه نظرك شايفها ملهاش حل، ان شاء الله نقدر ان احنا نساعد في حلها. ان شاء الله. بصي هم اتكلموا لمسوا حته تلمسني انا شخصيا وهي الام.
يا جماعه اسماء قبل كده اتكلمت في حلقه وقالت الدنيا تلاهي، الدنيا بتلهيك، الدنيا بتلهيك عن حبايبك، عن قرايبك، عن اصحابك، الدنيا ما ينفعش تلهيك عن امك. انتوا فاهمين يعني ايه امك؟ وبمناسبه السنه الجديده اعرف ان انت مش هتعرف تعيش لوحدك. بمعنى ايه؟ ان كلنا صحيح بنقابل ناس وبنسيب ناس وبنتخانق مع ناس وخلافات كتير وحاجات، لكن في النهايه انت مش هتعرف تعيش دنيتك لوحدك. طب ايه رايك يا اسماء؟ لازم في سند، لازم في ظهر. لازم في سند، لازم في ظهر. طب ايه رايك تيجي نغير الموضوع ونتكلم عن الام؟ بس قبل ما نغير الموضوع عايزه اروح فاصل. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. كنا اتكلمنا عن مشكلات كتير واتكلمنا عن حاجات كتير، لكن ميرنا اثارت موضوع مهم جدا وهو موضوع الام. لكل الناس اللي ودعت امهاتها في 2019 ولكل الناس اللي لسه امهاتهم معاهم، احنا دلوقتي عارفين فضل الام وعارفين قد ايه امك مهمه جدا في حياتك. والناس اللي مش حاسه بقيمه امها بلاش تستنى لما امك تفقدها، حاول تحس بقيمتها، حاول تسأل عنها، حاول مفيش أي شيء يلهيك عنها. اسأل عن والدتك مهما كانت هي بعيدة، مهما كانت دولتك اللي انت فيها ووالدتك بعيدة عنك، أو كنت بتشتغل أو كنت في مهمة أو كنت في شغل بالنسبة لك هو مهم ورزقك وكل حاجة، ولكن أمك برضو رزقك وسندك والحاجة أو الظل الجميل اللي موجود في حياتك أو الشمس اللي بتنور دنيتك. خد بالك من والدتك قوي، وخد بالك كمان من أبوك. ولا إيه مرنا؟ أنا كنت عايزة أتكلم عن تجربة شخصية. دايما جات لي اتصالات كتير عن الأم والأم كذا والأم كذا والأم كذا. يا جماعة أنا وصلت للمكان ده بفضلها، هي اللي ساعدتني مع أنها تعبتها كتير. انا مش عارفه اتكلم اقول ايه. وبالنسبه للبنات اللي بتتكلم عن الام، انا يا ماما بعتذر لك عن اي حاجه زعلتك، انا اسفه. يا رب اكون عند حسن ظنك، ويا رب يطول لي في عمرك ويخليكي ليا. يا جماعه الام دي حاجه ممكن تاخد روحك، ممكن تخليك انسان عاجز في كل حاجه في حياتك. اتمنى ربنا يخليها لي ويحافظ لي عليها ويدي لها طول العمر والصحه. ما تزعليش مني يا ماما، تعبتك كام سنة، صبرتي عليا كتير، استحملتي معايا كتير، كنت بتقولي يا بنتي ربنا يهديكي. أنا بعتذر لك قدام الناس كلها وببوس على إيدك، سامحيني لو أي حاجة زعلتك، لا حتى لو بكلمة أو بكلمة أوف، سامحيني وما تزعليش مني. يا جماعة أمك زعقت لك، ما رضيتش قفلت سكة في وشك، ما رضيتش تكلمك، روحي لها كلميها، هتتكسري، هتتكسري من غيرها، هتتكسري من غيرها. أمك هي نفسك، افهم. ولا ايه يا كريم؟ طبعا كلام، يعني كلامك كله مظبوط واثر فيا بصراحه. يعني للام دور كبير جدا زي ما ميرنا قالت وزي ما اسماء اكدت على نفس الكلام. كمان الدور الاهم والاكبر بصراحه بعد الام الاب. الاب الاب ليه دور كبير جدا جدا جدا. بالظبط، يعني الاب برضو هو اللي بيدي الطاقه للام عشان تستحمل. وانت كمان يا بابا برضو هي العكس، يعني لا، هي الام بتدي الطاقه، الاب هو اللي بينفذ. الاب هو اللي بينفذ، بس الاثنين يعني حلقه متكامله للاطفال ولاولادهم. اكيد طبعا، هو بيت البيت من غير ام مفيش اسره، ومن غير اب مفيش حمايه. فبيتك اهم حاجه. هتتجوز وهتكبر وهتخلف، بس هتقول يا ريت ارجع لسنه من او يوم لبيت اهلي. احنا عايزين خلاص كفايه كده تعب يا جماعه، احنا عايزين نرجع لاهم فقرات للبرنامج وهي فقره خيرك. فقره خيرك كنا اتكلمنا قبل كده عن سيده مسنه بتعيش في عماره مهجوره في عز البرد في عز الشتاء.
وكنا كمان عرضنا فيديو للشخص اللي خلانا نتعرف على السيدة دي. عرضنا للفيديو ده كان سببه واحد بس وواضح جدا، وهو ان احقاقا للحق، وان الشخص ده نزل وجاب السيدة دي وحطها في بيته، دفاها في بيته بدون اي اعتبارات اخرى، وهي اعتبارات الامان او شخص معرفوش ازاي استضيفه في بيتي. فكر تفكير انساني بحت، ولهذا او علشان كده احنا قلنا انه يستوجب علينا ان احنا نسلط الضوء على هذا النموذج كمثال يحتذى به، وليس لاي هدف اخر كجذب انتباه او التملق لاي شخص مهما كان حجمه ومهما كانت شهرته. لسنا في حاجه للتملق لاي شخص. ألو؟ نيتنا واضحه جدا، نيتنا واضحه وضوح الشمس. انا بعتذر طبعا يا اسماء. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مصري مين؟ خط قطع. لا، ارجعوا اتصلوا بالمكالمه دي تاني. طيب هناخد الفيديو وهنرجع للمكالمه. دي العمارة، تمام. اهي طبعا انا مش متخيلة ان في حد ممكن يعيش في عز البرد في مكان زي ده، تمام. لسه جوه جوه كمان. طبعا هي الكام مفيش فلاش، بس وريت لكم المجمل. بس احنا هنا جوه عند الست قطاطة الجميلة اللي روحها حلوة معايا. ميرنا بصوا يا جماعة، هي عايشة في مكان ده المكان من جوه. هي عايزه تعمل لنا اي حاجه، تقول لنا انا اروح اجيب لكم حاجه حلوه. ما تتعبيش نفسك، ما تتعبيش نفسك، ده واجب علينا اصلا. ايه واجب علينا؟ اسكتي ده انت ولادي. ده اسماء، انت في اي حد رمان جابت لنا رمان. تسلمي يا ربي يخليكي. في موضوع مهم جدا عايزين نتكلم فيه طبعا، تعقيبا على الفيديو يعني. طيب انا بعتذر. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام الاستاذ. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه الاستاذ مصري السيد المحامي من سوهاج. اهلا وسهلا بحضرتك. ده والد ميرنا المذيع المحترم الجليل. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا بابا؟ ازاي الحال يا غالي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اولا انا احب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. الاستاذ المحترم كريم المصري، ربنا يخلي حضرتك والله. حضرتك طيب. والاستاذه ميرنا، ومعانا اسماء. واسماء، اسماء امام. والاستاذه المحترمه اسماء. اهلا امام. اهلا بحضرتك. انا 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 بقدرها تقدير خاص وبحترمها احترام كبير. شكرا. لان نموذج الفتاه المحترمه البسيطه اللي بتؤدي معلومه. شكرا. استاذن حضرتك بس وطي التلفزيون. كريم المصري وبقدره تقدير عالي. ربنا بعد اذنك يا بابا، معلش ممكن توطي التلفزيون؟ حاضر ماشي. وطن الفيديو.
تمام؟ تمام، اتفضل حضرتك. اتفضل يا بابا. أنا أولاً يعني بقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. حضرتك طيب. وربنا يكرمكم كده إن شاء الله، ونسمع عنكم كل خير. يا رب. وكل جديد في العام الجديد إن شاء الله 2020. عايزين نسأل حضرتك سؤال بمناسبة العام الجديد. اتفضل يا غالي. قول لي حاجة ندمت عليها السنة اللي فاتت، وحاجة نفسك تعملها السنة دي ما عملتهاش السنة اللي فاتت. والله يا أستاذ كريم، أنا يعني ندمت على كل حاجة كويسة طيبة جميلة كان ممكن نعملها ما عملتهاش، أو أتيحت لي فرصة وإن أنا ما قدرتش أوفي بيها، من ناحية الأصدقاء والأحباب والناس والمواقف الكويسه اللي انت ممكن تقدر حضرتك تعملها وانت ما قدرتش تعملها، او جات ظروف ما منعتك انك انت تعملها، او ما قدرتش التقدير الكافي، فدي انا باسف عليها طبعا، وبلتمس من ربنا وبدعو سبحانه وتعالى ان هو يعني يعوضنا خير ان احنا نعملها في الاوقات الجايه او في السنه القادمه ان شاء الله السنه دي. واتمنى في السنه دي السنه الجديده ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يدي كل واحد ما يتمناه، وانه يدي كل واحد ما يهواه، وان ربنا يكرم الجميع ان شاء الله، ووفق الشباب اللي زي حالاتكم انتوا شباب طموح وشباب محترم وشباب بيبحث عن فرصه عمل جيده وفرصه عمل مناسبه. وانا الحقيقه يعني فخور بكم انتوا الثلاثه، واتمنى لكم كل خير وكل تقدم وكل رقي، وان شاء الله تشوفوكم يعني قامات عاليه في الاعلام، وقامات لها شان ولها تقدير كبير، وان شاء الله يعني اشوفكم السنه دي 2020 وانتم متبوئين اعلى مناصب واعلى اماكن ان شاء الله. ربنا يخليك يا بابا، وربنا يخليك ليا، مش عارف اقول لك اكتر من كده. عيطت منا. انا بقدركم وبحترمكم، ويا ربي يعني انتوا الثلاثه اشوفكم في افضل الاماكن واشوفكم في اعلى شان ان شاء الله. يعني ربنا يخليك يا بابا، شكرا، شرفتنا باتصالك. والله طبعا عيطت على الهواء، فدفعت ان امك بتعيط، وانا طبعا مش بعيط زي ما انت عارف ان انا قلبي شديد شويه يعني، لكن يعني كلامك اللي انت قلتيه ده كلام جميل. ربنا يكرمك ويكرمك ان شاء الله، ونشوفك في كل خير ان شاء الله. امك السلام عليك واخواتك كلهم، انتوا وزمايلك كلهم المحترمين، وتحياتي لكم جميعا، بدايه من المصري والاستاذ كريم المصري والاستاذ اسماء، وانا فعلا بقدركم تقدير كبير، وربنا يكرمكم يا رب ان شاء الله، ومجال منافسه طيب ومجال منافسه شديد، ويعني عايزكم تحفروا اسمكم كده في وسط الاعلاميين الكبار، واتمنى ان شاء الله في الايام القادمه اشوفكم كده نجوم في الاعلام الكبار ان شاء الله يا رب. شكرا لك يا بابا، شكرا على اتصالك لي، شرفتنا باتصالك. بابا قال كلام حلو يا ميرنا، صح؟ طبعا. طيب احنا قبل، عشان وقت البرنامج، احنا عايزين نعلق على الفيديو اللي انتوا شفتوه. احنا الفيديو ده كان المفروض ليه بتاع حد، احنا صورناه ده بتاعنا، وبتاع حد اللي احنا نشرناه. احنا نشرنا محتوى وشكرناه بكل احترام، واللي بيعمل خير بيلاقي الخير. الحاجة قطاطة، ايوه هي اسمها كده الحاجة قطاطة، رفضت انها تكشف عن وشها، والناس كتير كلمت اسماء وكلمتني وكلمت كريم عشان تساعدها شخصيا، وكان هدفنا ان احنا نساعدها. وقت البرنامج ضيق قوي، والاتصالات كانت كتير النهاردة. عايز اشوفكم في حلقة جديدة واقناع جديد.